كانت بدينا نفرح ونحلم ونتسلى ونحلم ونطير، عنوان أول أغنية خاصة لها سجلتها لما كانت طفلة صغيرة، كبرت الطفلة وصارت أم وحققت كل كلمة قالتها بهاي الأغنية، ترجمت أحلامها بأغاني أصبحت منتشرة في كل العالم وفرحت الكبار قبل الصغار بأغانيها الجميلة والمنونة والمحبوبة، لونت الساحة الفنية وشكلت حالة استثنائية بصوتها وصورتها. تحية كبيرة نجمتنا الكبيرة ولكن الطفلة الصغيرة لسفيرة النوايا الحسنة للأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضيفتنا النجمة نانسي عجرم. اهلا وسهلا فنانتنا نانسي. بس اي وحده نانسي؟ كلكم شباب كلكم صغار صرتوا. نانسي كيفك اول شيء؟ منيحه يعطيك العافيه. طيب خبريني نانسي، طبعا هذا المنصب الكبير واول سفيره امراه في منطقتنا في اليونيسيف، هذا المنصب او هذا اللي تشاركين فيه الحين، خبريني كيف استعديتي له وش الخطه اللي ممكن تسوينها؟ يعني هذا اتصال تلقيته وهالاتصال فرحني كثير لانه انا بحب الاطفال كثير، ويعني شيء كثير حلو انه تكون عم بتوظف نجاحك واسمك وشهرتك لمساعده الاخر يعني وخاصه الاطفال.
طيب كيف انت يعني التجربه هذه كيف راح تخوضيها وكيف استعديتي لها؟ شو الخطه اللي في بالك؟ في كتير خطط اكيد، يعني هلا يمكن بعد فتره رح نقعد انا ومنظمه اليونيسف لحتى نبلش نخطط اول زيارات لاي بلاد رح تكون وشو رح نعمل، بس اكيد رح نعمل اشياء كتير. ان شاء الله. طيب نانسي خبريني، شو اللي اختلف ما بين نانسي قبل الامومه وبعد الامومه؟ ما اختلف شيء كتير، بس صار في ميلا بس هذي؟ صرت حب الاولاد اكثر ما كنت حبهم قبل. طيب. يعني انا كنت حبهم كثير بس هلا صرت يعني احساسي صار اعلى بكثير. طيب نانسي، انت دخلتي مجال الفن بدري خلينا نقول، يعني فما عشتي طفولتك مثل ما دائما تقولين، انت ما عشتي طفولتك كامله، فهالشيء هذا شو يحسسك؟ انا مزبوط ما عشت طفولتي لانه بس مش بكل شيء، يعني مش كتير، يعني كانت المسؤولية أكيد قبل عمري، بس شيء حلو يعني كان إنه هالنتيجة اللي وصلت لها. كنت مثلهم هيك ويعني كان أول بروجرام شاركت فيه كان ليونيسف، كمان بروجرام للأطفال. انا الحين اتكلم فيه لان احنا انت في الاطفال لما كنت في عمرنا مشاركت ولا اكبر شوي لما شاركت في اول برامج المواهب؟ اول برنامج كنت اقدم، شو يعني كان اكبر شوي. رجعت بالذكريات لهذا اليوم؟ اكيد كثير. وشو هذاك، شو الذكرى اللي تحملينها في ذاك اليوم؟ كان كثير حلو، كنت اكيد كنت خيفانه كثير انه اطلع على المسرح وهيك، يمكن انا كنت خاف اقل منهم، هلا اكثر منهم، هلا هن بخافوا اقل لانه نحن ما بعرف، لانه كان المسرح على وقته كان بخوف كثير اكثر، كان عالي وكان ما بعرف، بس هون هيك احس يعني هن لازم يحسوا انه هن قراب منا كثير. توقعت تكوني ستار في يوم من الايام ونوقف الوقفه هاي نتكلم عن اطفال؟ توقعت الشيء هذا؟ كنت احلم. طيب. والله حقق لي حلمي. تفضلي. ميرسي. وخلينا نبتدي الحين.